حنان، ما الذي يحدث هنا؟ لماذا أنت في عجلة؟ إنه بعد ظهر يوم الجمعة وعلي العودة إلى البيت للاستعداد ليوم السبت. السبت؟ هذا هو يوم الراحة اليهودي، صحيح؟ بالضبط. وفقاً للاعتقاد اليهودي، خلق الله الكون في 6 أيام ثم توقف في 7. توصينا اليهودية بمحاكاة الله، نعمل 6 أيام ونستريح يوم السبت. لكن اليوم الجمعة. صحيح، يبدأ اليوم اليهودي عند غروب الشمس وليس شروقها. ترحب النساء بيوم السبت بإشعال 2، ثم نذهب إلى الكنيسة لصلاة خاصة في المساء مليئة بالغناء الروحي. حلو. عندما نعود إلى البيت نقوم بكدوش، وهو تقديس اليوم بالمباركة على النبيذ. ثم تبدأ وليمة العشاء بفترة غفين من الخبز نطلق عليهما اسم خلاء. لماذا 2؟ المقصد من ذلك إحياء ذكرى الخروج من مصر. أثناء رحلتهم عبر الصحراء السيناء، أرسل الله شعب إسرائيل يوم الجمعة وجبة مزدوجة من منة، لذلك لم يكونوا بحاجة إلى جمعها في يوم السبت. سمعت أنك لا تستطيع فعل أي شيء يوم السبت. هذا غير صحيح. هل يمكنك الطبخ؟ لا. هل تستطيع قيادة سيارتك؟ لا. هل يمكنك مشاهدة التلفزيون؟ لا وألف لا. هل يمكنك استخدام المرحاض؟ نعم، يمكننا أيضا أن نتجول، نأكل الكثير من الطعام، نلعب الألعاب ونصلي. صباح يوم السبت نقضي حوالي 2 ساعة في الكنيسة، نقرأ جزءا من التوراة ونصوص من الأنبياء. مثل صلاة الجمعة عند المسلمين، يلقي حخامنا خطبة السبت. ومتى ينتهي يوم السبت؟ عندما تظهر 3 نجوم في السماء ينتهي يوم السبت. وأراهن أن لديكم طقوس غريبة هنا أيضا. صحيح، حفدلاء أو الانفصال ينهي فترة السبت المقدسة ويمثل بداية أسبوع جديد. نبارك على النبيذ، نشم التوابل وننظر إلى شمعة في غرفة مظلمة. كل حواسنا تتنشط. اتفضلي. شكرا. أراك يوم الأحد. شبات شالوم إلحنان. شبات شالوم سوها.